你是谁？你来这儿跟我说的什么玩意儿？我听不明白，一点都听不明白。يا اختي الخيبة اللي انا فيها دي، يا ربي ده ايه الحوسة دي؟ هو انا يا اختي جايبك عشان تخدميني ولا عشان تطلعي عيني؟ فين صفحة مالك؟ يا اختي لا فاهمها ولا فاهماني، عمالة من الصبح اشرح لها ولا فاهماني، عمالة تورتون تورتون تورتون. طب قولي يا حبيبتي عايزة ايه وانا افهمها؟ انا بقول لها تجهز لي الحمام يعني، وتحط لي مية دافية كده في البانيو، وشوية كده شاور جيلي دم اللي بيفوق. بس كده ده انت تأمري، والله صعبتي عليا. النبي تفهميها الله يستر. عينيا. مية سخنة تسلخها. اوكي. لما احط مية سخنة فهمتيها يا اختي؟ طبعا يا حبيبتي فهمتها كل اللي انت عايزاه. ربنا يسترك ويسعدك يا رب يا امين. ميرسي يا صافية يا حبيبتي. امينة دي بنت حلال وصفي، انا من ساعة ما شفتها قلت دي اطيب واحدة في اخواتها. ربنا يسعدها يا رب. خيرك يا دام، بتقفل الباب المفتاح ليه؟ الله، ويا غريبة يعني انها في الباب المفتاح؟ ده انا جايبها لك خبر العمر يا حبيب. خبرين ان شاء الله. لقيت لك طريقة تانية نوزع فيها المخدرات بدل العيش اللي بنوزع فيه. يعني عايزانا نوزعه فين؟ في الجاتو؟ جاتو ايه يا راجل يا بوتوفور انت؟ انت فاكر البتاع اللي ودتني فيه بنتك ابتسام اللي رحت لعبت في الرياضة؟ الجيم. ايوه اسم الله عليك الجيم. صحابه بقى بيبيعوه. يبقى لازم مش شغال كويس. مش شغال كويس ايه بس يا ابو البنات؟ ده انا اليوم اللي رحت فيه لقيته بيشغي كده، وبسم الله ما شاء الله في شويه شباب يردوا الروح، ولاد الناس الاكابر كلهم هناك، وهو ده المطلوب. مطلوب ايه بس يا كيداهم؟ الجماعه بتوع الرياضه دول ما لهمش دخل بالمخدرات. ما لهمش شرب مخدرات ده ايه؟ ده انا اليوم اللي رحت فيه هناك وانا بغير وطالعه شميت ريحه الحشيش مفحفحه. لما استطلت وانا جايه كويس اني عرفت اوصل بيتي. ايوه صح فاكر لما كنت راجعه بتعملي كده. الله يفتح عليك. هو ده اليوم ده؟ اهو دي بقى تبقى ضربه معلم، ونصطاد لنا شويه ناس من الكبراء اللي هناك نتعرف عليهم، هينفعونا وقت السنه وقت ما نعوزهم نلاقيهم. ايه اقولك؟ ايوه بس احنا ما نفهمش في شغله الجيم دي. احنا مش عاوزين نفهم في شغله الجيم، احنا نشتري الجمل بمحامي بموظفينه بمدربينه بكل حاجة، علينا الإدارة وبس. إيه أقولك؟ قولي. قولي كنت يا معلمة كيداهم. يا حبيبي المعلمة كيداهم. المهم أعرفي منهم عايزين يبقوا بكام بالظبط.